أعلنت دولة الإمارات بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون إماراتية صينية. كان اللقاح نجح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من التجارب دون التسبب في آثار سلبية. بدأت أول مشاركة لأفريقيا في تجارب على لقاح لعلاج وباء كورونا، فيما تلقى المتطوعون حقنا طورتها جامعة أكسفورد في بريطانيا. قال رئيس المراكز الأفريقية للتحكم والوقاية من الأمراض إن الوباء تأخر في أفريقيا لكنه يتسارع، مؤكدا ضرورة التحرك حتى لا تتعرض القارة لخطر التخلف بالنسبة للقاح العالمي. تجربة جامعة أكسفورد واسعة النطاق، تجرى في جنوب أفريقيا وبريطانيا والبرازيل. الآن ينضم إلينا من ميشيغان الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيرية دكتور علي فطوم. أهلا وسهلا بك إلى حوارات المساء. بداية الآن عندما نتحدث عن المرحلة السريرية الثالثة حتى نفهم، هل هي آخر مرحلة من مراحل التجارب على اللقاح؟ نعم، المرحلة الثالثة هي مرحلة النجاعة، اللي هي يعني نكون في المرحلة الأولى والثانية قررنا إنه اللقاح جيد، لا يوجد له عوارض جانبية، ومن ناحية السلامة العامة كامل، وأيضا ينتج بعض الإشارات في اتجاه أن لديه فعالية معينة على الفيروس. المرحلة الثالثة مرحلة النجاعة، وهذه مرحلة عادة نعطيها بطريق لعدد كبير جدا، يعني يتراوح بالآلاف إلى عشرات الآلاف، لكي جزء من الناس يأخذ اللقاح وجزء منه يأخذ لقاح أو مادة غير مرتبطة بالفيروس. وطبعا نذهب في اتجاه متابعة هؤلاء بالنسبة لمن يصاب ومن غير ومن لم يصاب، ولذلك نحتاج إلى فترة زمنية معينة يكون فيها الإصابات، وبعدين نأخذ عدد الإصابات في كل هذه المجموعة ومنشوف قديش عدد الإصابات من هاي الإصابات، كم منها حدث في المجموعة التي حصلت على اللقاح، وكم من هذه الإصابات حصلت في المجموعة الثانية التي لم تحصل على اللقاح، وبالتالي نعرف ما هي نجاعة هذا اللقاح. هذه هي المرحلة الثالثة. بصورة عامة المرحلة الثالثة نعملها مرتين، يعني نعمل دراستين واحدة وراء الأخرى، ولكن في الوضع الحالي بعتقد إنه الـ FDA مثلاً في أمريكا هون قررت إنه ما بكفي دراسة واحدة تشوف إنه في نجاعة حتى إنه نيجي ونرخص هذا الفيروس هذا اللقاح للاستعمال العام. طبعاً الشيء الأساسي كمان هو السلامة، يعني ما تراه في سلام من السلامة في 20 أو 100 أو 200 يختلف، ممكن يكون عندك ظاهرة سلبية تظهر واحد في الألف، ولذلك تحتاج إلى أكثر من 2000-3000 واحد حتى تشوف هذه الظاهرة السلبية، ولذلك السلامة كمان تكون جزء من المرحلة الثالثة. هنا نتحدث، يعني إذا حضرتك قلت أنه أحيانا في الظروف العادية بنعمل دراستين وراء بعض، إنما ممكن نكتفي بدراسة واحدة هنا. يعني في أكسفورد في المرحلة الثانية قيل بأنه بعد 28 يوم أعطي اللقاح مرة أخرى، فاكتشفوا أنه كون أجسام مضادة ومناعية بشكل أكبر، يعني عم نحكي عن شهرين تقريبا. هل هي شهرين فعلا هذه المرحلة الثالثة أيضا التي يتم فيها متابعة المرض والأجسام المناعية وظهور النتائج؟ نعم، يختلف من ناحية اللقاح تبع أكسفورد اللي هو أدينو فيروس يحمل الاس بروتين تبع الكورونا، المفروض كان ينعطى مرة واحدة، ولكن جربوا أن يعطوه مرتين وتبين المرة الثانية ساعدت على رفع مستوى المناعة. إذن تستطيع أن تعطيه في اليوم الأول والثلاثين يوم بعدين، وطبعا بعد هذا تبدأ في المشاهدة. إذن من ناحية المبدأ بعض التطعيمات تحتاج إلى مرتين، إلى حقنتين، وهذا ما سيحصل في المسنجر ار ان اي مع شركة موديرنا والشركات الأخرى التي تعمل على المسنجر ار ان اي.
ولذلك ان حقنتين، لانه حقنه واحده ما راح تكفي، لانه احنا ما عندنا ذاكره للكورونا من قبل، عشان هيك نحتاج الى تحديث ذاكره وبعدين تحفيز هذه الذاكره في الحقن الثاني. اذا طيب. المرحله راح تكون او هذه ايوه، كم من الوقت في هذه المرحله تستلزم؟ وساسالك عن موضوع الذاكره دكتور ايضا. نعم. عادة في حالة الحقن في الكتف مثلا أو في العضلي تحتاج إلى أسبوعين أو إلى شهر بين الإبرة الأولى والإبرة الثانية أو الحقن الثاني، وبعدين طبعا تحتاج إلى كمان أسبوعين إلى 4 أسابيع حتى تحصل على مستوى من المناعة يكون كافيا. ولذلك عادة لما بنعمل بحث من هذا النوع بنقول نحن سنتابع المريض من اليوم 60 إلى 360 حتى نشوف الهاد، وبالتالي يعتمد كمان على عدد الإصابات. يعني إذا كان عندك عدد إصابات كبير جدا شايف طيب. ممكن أنك تحصل للنتائج بصورة أسرع من لو كان الإصابات بوتيرة أقل. يعني إحنا بنتكلم تقريبا عن أنه إذا بدأنا المرحلة الثالثة نظريا شهرين ممكن نحصل على نتائج، انه اذا كان اللقاح ناجح يكون لدينا اجسام مناعيه ومضاده قويه وكثيره، وبالتالي نستطيع مبدئيا ان نقول انه اللقاح ناجح تقريبا. نبدا نتحدث بعد 6 إلى 8 أسابيع. وخليني اسال هنا السؤال الاخر، لماذا يقال انه هذا اللقاح حتى لو نجح ستكون مدته من 1 إلى 2 سنين؟ يعني احنا واحنا صغار اخذنا لقاحات تعيش معنا طول العمر، لماذا كورونا إذا وجد لقاح له سيكون عمره قصير؟ الملاحظ أنه مثلا الناس اللي شفيت من المرض وكان عندها أجسام مناعية ومضادات أجسام مضادة في الدم، أنه وتيرة التنازل كانت كتير سريعة، خلال 2 أو 3 أشهر فقدوا تقريبا أكثرية هذه الأجسام المضادة. ولذلك هنالك خوف في انه هذه المناعه التي نكتسبها والاجسام المضاده ستختفي بسرعه، وهذا ما يحصل عاده في كثير مثلا في الفلو، انه انت بس مغطى لفتره معينه، ولذلك تحتاج انك تاخذ كل سنه. هل ستبقى هذه المناعه لفتره اطول؟ يعتمد على التطعيم نفسه، يعتمد على طريقه اعطائه، ويعتمد على مدى الذاكرة التي تحفز بهذا التطعيم. إذن اللقاح نفسه كينونة اللقاح نفسه تقرر فيما إذا سيستمر. ولكن الذي لاحظناه لحد الآن إنه طيب. بالفعل المناعة ليست مستمرة لفترة طويلة، وهنالك خوف أن تكون فترة قصيرة لا تغطي كل المنطقة وفترة الفترة اللي نكون فيها معرضين للإصابة. طيب هنا لأنه باقي عندي دقيقة دكتور، حتى يعني الناس زي ما ذكرت أنت يعني نتكلم عن فترة 2 شهر تقريبا 60 يوم. طب وبعد ذلك يعني أقصر فترة إذا كل شيء مشي في 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 طريقه السليم 60 يوم، وجدنا أنه اللقاح ناجع، ماذا بعد ذلك؟ وموضوع التصنيع عادة قديه بيأخذ حتى ينزل السوق؟ نعم، بس بشكل سريع أنا حكينا على 60 يوم أو على هي الفترة التي تحتاجها لكي يقوم الجسم بإنتاج المناعة. صحيح. حتى ترى النجاعة تحتاج أن تتابع هؤلاء لفترة 6 أشهر أو لفترة موسم أو موسمين من الإصابات، لأنك أنت معتمد على أنه يصير إصابات، وهذه الإصابات توزع بطريقة غير متساوية بين الفريقين. إذن لا بديش أن يكون نعطي الانطباع أنه خلال 2 شهر بدنا نعرف نتائج، لا، النتائج ستحصل خلال 6 إلى 12 شهر، يعني موسم أو موسمين من مواسم الإصابات. لذلك لما نكون كتير متفائلين يعني أنه رح نوصل على النتيجة بشكل سريع، هذا واحد. من ناحية ثانية إنه بما إنه هذا موضوع شامل والكل نعم في دكتور خطورة تحتاج إلى كميات كبيرة من التطعيمات طيب. للتصنيع، وهذا أنا التصنيع مضطر طبعاً يأخذ فترة أطول. طيب دكتور أنا مضطر لمقاطعتك هنا لأنه وقت الحلقة انتهى، لكن أشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك. الدكتور علي فطوم من ميتشيغان، الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية.